اليوم الثالث من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، في العديد من الفعاليات، العديد من الندوات المختصة في وسائل الإعلام والبرامج التلفزيونية والشاشة بشكل عام، والتواصل الاجتماعي أيضا كان له دور، بالإضافة إلى أبواب الأجنحة المفتوحة واللي ما زالت مفتوحة والمستمرة إلى غدا بإذن الله تعالى. هذا اليوم وتفاصيله وندواته من خلال هذه الرسالة. طبعا انا ارحب فيك استاذي العزيز استاذ خالد السنتلالي من طبعا سلطنه عمان الشقيقه، واحنا نتمشى من خلال هذه الاجواء الجميله. الله ما اجمل هالمشيه الحلوه. الله يخليك يا استاذي، المشي جميله لان انت معاي حبيبي دكتور. الله يسلمك. نتكلم شوي بس عن المهرجان، انا باخذ راحتك عنه. شوف انا بقول لك دكتور حازم، انا شهادتي في هذا المهرجان مجروحه. نعم. لاني يعني صاحبت منذ البدايات. نعم. وشهدت فيه نجاحات كثيرة عديدة ومختلفة، وتصاحبت مع مجموعة من الزملاء الأعزاء اللي أكل لهم كل محبة وتقدير. نعم. فمهرجان البحرين والبحرين أساساً لها مكانة خاصة في قلوبنا جميعاً. صحيح. يوم نكون في البحرين نحس بأريحية، يعني كأن الواحد منتقل. وإحنا ما نرتاح إلا لما تجونا يا أستاذي حبيبي. الله يخليك. وقواسمنا المشتركة عديدة وكثيرة ومختلفة. في النهاية إحنا ويكفي طيبتك أخوة. اللي تمثل أهل البحرين. الله يخليك. الله يخليك. وتلفزيون البحرين لمكانة خاصة. خلاص حبيبي، هذا واقع، هذا واقع. الله يخليك. هذا واقع. إذن نتكلم عن التطور الإعلامي السريع اللي الكل يحاول يلحق عليه. هاي التجمع ده أكيد يساهم إن إحنا نتطور بعد مع المتطورين واللي قاعد يركضون في طبعا الارتقاء الاعلامي. انت جيت الى نقطه وايد هامه دكتور حازم. نعم. وانا جاي للمهرجان في خاطري بعض الاسئله، اقول هل المهرجان اليوم بياخذ بمعطيات اليوم؟ هل اليوم هذا المهرجان فقط ارشيف لما قدم الاعلامي الخليجي خلال السنوات الماضيه؟ هل بشوف ندوات تحاكي اليوم جيل اليوم يا جيل سلام التكنولوجيا؟ على السلام يا دكتور. فهذه الأسئلة دكتور حازم لقيت إجاباتها موجودة في البحرين من خلال مهرجانها الجميل. البرامج، نوعيات البرامج، هل إحنا في حاجة إلى تبادل هذه النوعيات؟ إحنا بحاجة إلى تبادل هذه النوعيات. نوع جديد شوية نوعا ما. جدا. ما ممكن أساسا أنت لو ما قدمت الجديد ولو ما حاكيت الجديد ولو ما حكيت جيل اليوم جيل التكنولوجيا اللي ما عنده وقت أساساً يتابعك بفترات. صحيح. زمنية معينة إلا إذا حكيت هذا الشاب. صحيح. ومشيت بنفس معطياته. لابد من الأخذ بمعطيات اليوم، لأنك إذا ما أخذت ستتأخر. صحيح. وأنا أتوقع أي وسيلة إعلامية أو أي إعلامي اليوم يهمه أن يكون مواكب وأن يكون موجود وان يكون اسمه ايضا حاضر موجود. بلا شك احنا الهدف كله هي توصيل الرساله. بالضبط. والرساله بكل امانه. أحسن. وبكل مصداقيه. لكن الامانه الرساله هذه كيف ممكن تصل؟ تصل بمعطيات اليوم وادوات اليوم. الله عليك. لكن باتزاننا وبرسالتنا الساميه المعروفه. الله عليك.
راح نتعرف على سوق الانتاج اكثر ونشوف الاجنحه الموجوده وجناح البحرين وال يعني المميز محمد اللي دائما وين ما يحط مكانه او يحط بصمه تكون بصمه مميزه ومختلفه صراحه. من طيبك الكور بالعكس سعيدين نشوفكم في جناح البحرين. الجناح السنه يمكن في النسخه متميز افكار جديده اكيد طبعا. يعني واحنا ناخذ جوله استاذ مهند خلها هاي عندنا. يلا ان شاء الله. يعني اول شيء جناح البحرين حاليا قاعد يركز على موضوع القريه التراثيه على اهم حلو. احد اهم مشاريع وزاره شؤون الاعلام اللي تقدم موضوع القريه التراثيه كيف ان احنا ممكن نستفيد منها ونروجها كمقر او كمكان لصناعه المحتوى الخليجي في مختلف تخصصاته. الشيء الثاني الله يسلمك اخوي حازم احنا البحرين تحتفل ايضا في منامع عاصمه الاعلام العربي على كثير من كثير فعاليات في يوم في يوم في, في وقت في وقت واحد ووقت واحد لكن قاعدين قد ما نقدر نسلط الضوء في جناح وزاره الاعلام ان نوصل هذه الرسائل اللي قاعد توصل من منامع عاصمه الاعلام العربي. هناك فعاليات يقوم فيها فريق متخصص على مدار السنه كل شهر في موضوع معين موضوع متخصص بحيث فعلا بمشاركه نخبه من الاعلاميين في البحرين الى يعني وصلنا الى مشاركه كثير من الاعلاميين في الوطن العربي. نعم. ايضا هناك شيء في جناحنا نتكلم عنه ونركز عنه وهو مرور 50 عام على تلفزيون البحرين. الله. من خلال هذه الفكره او هذا الحدث قادرين احنا نوصل للعالم شنو الانجاز اللي حققناه شلون كانت الرياده للبحرين في انطلاق اول تلفزيون في الخليج ملون في الخليج وين وصلنا شنو حققنا وش الانجازات اللي وصلنا لها. ركز عليها تلفزيون اول تلفزيون نعم. ملون البحرين هي اول تلفزيون ملون في الخليج عبر كان ار تي في البحرين وكانت تجربه مميزه انطلقنا من خلالها كتابك في هذا الجانب صحيح يعني كانت اول تجربه يمكن كتابي حاضر معانا في الجناح بحيث نحاول معلومات. ننقل للجمهور قصة التلفزيون في البحرين وشلون هذا وشلون حولنا فعلا شلون البحرين كان لها دور كثير وبارز في نعم. إدخال الألوان للخليج أو المشاهد الخليجي بنشوف الألوان من مملكة البحرين. أنا شاكر لك يا أستاذ. أنا بالعكس اللي شاكر لك مع جهودكم شاكر لك كل المعلومات جهد كبير قاعد يبذل للأمان يعني الفريق اللي معي في الجناح جهد كبير يبذل حاليا لإيصال هذه الرسالة والحمد لله قادرين قد ما نقدر ان نوصل الرساله الاعلاميه بطريقه صحيحه. وانت يعني مميز فيها للامانه، انا عجبني الشريط صراحه. نعم فكره هنا البحرين عندما تكلم الحديد هو قصه الكامله نرويها لاذاعه البحرين من بدايتها في 1940 الى اخر 2021 القصه الكامله لهذا هذا المكان الوطني. الشريط تجي لك الذكريات. وهاي كانت الفكرة الصراحة كانت الفكرة شلون نربطها بشيء قديم بجديد فحولنا لQR كود الكتاب نفسه QR كود ممكن تشوفه في نفس الوقت في سوفينير يكون في على طريقة شريط أو طريقة جديدة شوية يعني. نواصل جولتنا في طبعا هذا المعرض أو هذا المهرجان في القنوات المشاركة والشركات أيضا هني. السلام عليكم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. يا سلام تفضلي كلمينا عن الهيئة وعن مشاركتك. عن مشاركة أول شيء إحنا يعني سعيدين بوجودكم وتنورونا. الله يسلمك. بالعكس إحنا ما حسينا نفسنا طلعنا من دولة الإمارات أمانة بالعكس. من المطار ونحن حاسين إن نحن في بلادنا. نعم. هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تشارك بقنواتها قنوات إذاعية وقنوات تلفزيونية. نحن عندنا تلفزيون الفجيرة إذاعة الفجيرة وإذاعة زايد للقرآن الكريم على اسم الوالد المؤسس طيب الله ثراه الشيخ زايد. إذاعة متخصصة بالقرآن الكريم وبعد في برامج عندنا بيت الفن اللي هو متخصص طبعا هي مش قناة هو مكان. نعم. متخصص بالأشياء اللي تخص التراث عند قلعة الفجيرة اللي هو بيت الفن. بيت الفن حلو. وعندنا دار راشد للنشر هي دار نشر وبعد وياها في جائزة راشد بن حمد للإبداع للكتاب من جميع عنه. الفئات في فئات للسيناريو في للكبار والصغار للأطفال طبعا في الحين انطلاقة جديدة لتلفزيون الفجيرة وإذاعة الفجيرة دورة برامجية جديدة تهتم بالتراث بالهوية الإماراتية ونحن يعني شرفنا أن نكون ضمن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا موجودين في مملكة البحرين. وإحنا أيضا سعيدين وشرفنا تواجدكم. هاي بس أنتوا كلكم تبع المجلس الوطني. إحنا المجلس الإماراتي. الإمارات اللي يعني. إحنا كلنا ضمن الوفد الرسمي. شاكر لك على هذه المعلومات الجميلة. الله يسلمك. موفقين إن شاء الله. الله أيضا في يعني دولة الإمارات مشاركة في كل القنوات الموجودة. هني في أكاديمية الإعلام الجديد صحيح؟
اللي هي عبارة عن شنو؟ تفضل. أكاديمية الإعلام الجديد. نعم. هي مبادرة انطلقت في يونيو 2020 بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه لإثراء المحتوى العربي الهادف. الوطن العربي اليوم يعتبر رابع أو خامس أكبر مستهلك للمحتوى الرقمي على مستوى العالم. إنتاجياً نحن لا نشكل حتى 3%، فبالتالي اليوم نحن نحتاج إلى محتوى هادف أكثر، محتوى يغذي شعوب منطقة العربية بشكل جيد. فانطلقت الأكاديمية لإعطاء فرصة لتطوير مهارة صناعة المحتوى في المكان المناسب. نعم طال عمرك إن شاء الله. فالأكاديمية اليوم توفر دورات وبرامج في تطوير صناع المحتوى، في تطوير خبراء الاتصال الاجتماعي. الأكاديمية اليوم على مدى 4 سنوات دربت أكثر من 70,000 متدرب على مستوى الوطن العربي. الأكاديمية بفضل الله خرجت أكثر من 500 صانع محتوى متخصص في 25 قطاع علمي. كل واحد يبي يصير صانع محتوى أو مشهور السوشيال ميديا يروح دبي ويروح الإمارات علشان يأخذ دورات. الحمد لله رب العالمين، أبواب الأكاديمية مفتوحة على مستوى الوطن العربي، ما بين دورات حضورية داخل المقر عندنا في الأكاديمية، وكذلك عندنا برامج أونلاين لتسهيل بعض الأمور. المحاضرين شلون؟ المحاضرين الأكاديمية تستقطب ألمع وأقوى العقول على مستوى العالم. على سبيل المثال في صناعة محتوى ولا كإعلام؟ في صناعة المحتوى وفي إدارة منصات التواصل الاجتماعي أيضا. بس ما في تخصص إعلام. تخصص الإعلام اليوم تركنا المجال، هناك طبعا الجامعات تقدم البكالوريوسات وإلى آخره للمختصين في هالمجال. نعم طال عمرك. اليوم الأكاديمية صحيح. توفر المهارات المطلوبة اليوم في سوق العمل. سلام عليك. هناك احتياج حقيقي وفجوة ما بين يعني متطلبات سوق العمل والمقبلين على ذلك. فإحنا اليوم تسهيلا خلنا نقول لسوق العمل وكذلك المؤسسات واحتياج السوق الإعلامي، المهارات اللي موجودة في الأكاديمية هي مهارات تطبيقية بالكامل. اليوم تاخذها، اليوم تطبقها، تحقق نتائج فيها باذن الله تعالى، سواء كنت مؤسسه، كنت فرد، كنت مجموعه او مشروع معين، فكله موجود من خلال البرامج الموجوده في الاكاديميه. وهذا ساهم بشكل جميل جدا معانا اليوم. فرصه من يلتحق ببرامج الاكاديميه في الحصول على فرص بسوق العمل ترتفع الى 60-70% من خلال مهارات صناعه المحتوى، مهارات الديجيتال ماركتينج، مهارات. اذا انت قاعد تبني جيل لصناعه محتوى اجمل وارقى من اللي قاعد نشوفه. يعني الهدف أكبر من اللي أنت قاعد تشوفه. خلنا نجيبه بطريقة معينة. اليوم صناعة المحتوى ليست مجرد صناعة فيديو. صناعة المحتوى اليوم هو صناعة رسالة، صناعة حياة، صناعة مجتمع، عادات. من يتابع اليوم؟ المتابع أصبح متابع صغير، كبير، أم، أب، فعلا. في كل المستويات العمرية. صحيح. اليوم المحتوى ينقل فكر، ينقل رسالة، ينقل قيم، ينقل دين أيضا. فنحتاج إلى طفرة ووفرة من وعي. المحتوى الهادف وعي في استخدام هذه الأسلحة والأدوات اللي قد تكون خطرة إذا حطيتها في يد أحد ما يعرف يستخدمها. الحمد لله أعتقد اليوم السنوات اللي طافت صار الوعي أكثر. صحيح. ولكن نحتاج إلى محتوى متخصص أكثر. وانتوا قدها صدقني. ما عليكم زود. والله صدقني. بارك الله فيك. يعطيكم العافية. أنا شاكر لك حبيبي وسامحني خدت من وقتك. والله وقتي وقتك طال عمرك. الله يخليك. ما عليك زود. هذه كانت جولتنا اليوم لزيارة بعض أركان أو أجنحة المشاركين، القنوات والشركات المشاركة في هذا المهرجان وفي هذه القاعة. بكرة بإذن الله تعالى راح نكمل معكم هذه الجولة ونتعرف على الأجنحة المتبقية المشاركة، وأيضا غدا راح تكون هناك ندوة لمحبي الإعلام الرياضي، راح تكون هناك ندوة مميزة وأسماء مميزة. تابعونا غدا بإذن الله في رسالة جديدة وأخيرة لمهرجان خليج للإذاعة والتلفزيون.